نكون مختلفين في أي حاجة ظاهرية، لكن الـMD يوم من الأيام قال لي نحن حنجمع مجموعة من الناس اللي عندهم طموح. قال لي أنت حتشوف الاختلاف في الوجوه، حتشوف الاختلاف في لون الجلد، حتشوف الاختلاف في الجنسية الناشوناليتي. لكن قال لي لو جبت سكين وجرحت أي واحد فيهم حيطلع لون واحد ولون الدم. Your copy now. Available at The Vision Materials.